ربنا بيقول أنا الرب هكذا تكلمت وصنعت. في قاعة مار يوسف بجبل عمان أقامت عائلة مريم في الأردن لقاء روحيا بمناسبة الزمن الأربعيني المقدس تحت عنوان الكتاب المقدس في حياة العائلة، وجاء هذا اللقاء للتأكيد على أهمية كلمة الله في حياتنا وتأثيرها على أفراد العائلة خاصة في زمن الصوم المقدس. واشتمل اللقاء الذي حضره عدد من الآباء الكهنة على محاضرة ألقاها المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، حيث أشار فيها سيادته إلى المعاني الروحية التي يحملها الإنجيل وضرورة أن ننشئ جيلاً مؤمناً مصلياً، فالعائلة التي تصلي هي عائلة مباركة تحصل على الكثير من النعم. لكن مطلوب أيضاً أن تكون كلمة الله فعالة في حياتنا، عندما الله يتكلم علينا أن نصغي، أن نسمع وأن نعمل. كيف تكون كلمة الله فعالة في حياتنا؟ ذكرت الطريقة الكلاسيكية في التأمل في كلمة الله من خلال استدعاء الروح القدس، قراءة النص عدة مرات، التأمل فيه، معرفة ماذا يعني النص في ذاته، معنى التاريخ الحرفي الأول، وماذا يعني كلام الله لي لليوم وهنا. وبعد مرحلة التأمل تأتي مرحلة الصلاة، ثم القصد الصالح الذي يكون ثمرة هذا التأمل. فمن تأمل في كلام الله يومياً على مستوى الفرد أو العائلة يحصد ثمار الروح القدس التي نعرفها: المحبة، الفرح، السلام، الإيمان، العفاف، دماثة الأخلاق، اللطف، الصبر والوداعة. هذا ما أتمناه أيضاً لكل إنسان يتأمل في كلام الله يومياً. عائلات مريم كثير من اللي حكاه سيدنا هي موجودة من روح الحركة، يعني قراءة الإنجيل أحد الركائز اللي بتقوم عليها عائلات مريم، وخصوصاً مع العائلة والزوجة والأولاد يكونوا مجتمعين مع بعض ونقرأ الإنجيل لازم يومياً، بالإضافة إلى القصد والصلاة مع بعض. يعني هذه الركائز الأساسية اللي قائمة عليها الحركة، فكانت كتير محاضرته غنية لنا، ورح نستفيد لأنه شرح لنا اليوم شو التوابع. كما أقيمت أيضاً ساعة سجود شاركت بها عدد من الراهبات، ترأسها الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف للاتين، حيث قدمت خلالها العديد من الكلمات الروحية والابتهالات وتقبل عمل الله والوقوف بين الحالات والترانيم التي أنشدها المرنم عبد الإسطنبولي.